السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. مباراة النادي الأهلي وكان سبورت، المفروض المباراة كانت هتلعب يوم السبت الساعة 8 على ملعب السلام، لكن بسبب الأمن تم نقل المباراة إلى برج العرب لتقام في نفس الموعد، والنادي الأهلي ما عندوش أي مشكلة. نفس القصة مع نادي الزمالك، يعني الزمالك كان هيلعب على بيترو سبورت لكن الظروف الأمنية فتم نقل المباراة على برج العرب، لكن مرتضى منصور اتكلم وطلب نقل مباراته في الدوري القادمة مع المقاصة على استاد برج العرب. ورد نادي المقاصة قال انه ما عندوش مانع، بس بشرط يتم تأجيل مباراته مع الجونة اللي هتكون يوم 3 يومين 48 ساعة. فالاتحاد المصري لسه ما شفناش رأي الاتحاد المصري ايه. وبعد ما النادي الاهلي تم نقل مباراته على نفس الملعب اللي هيلعب فيه نادي الزمالك، وعنده مباراة بنفس الوقت الزمني لمباراة الزمالك والمقاصة، النادي الاهلي هيلعب الانتاج الحربي يوم 2، النادي الاهلي هيلعب يوم السبت وبعدها يوم 2 اكتوبر، يعني تقريبا 3 ايام هيلاعب الانتاج الحربي في القاهره، يعني هيسافر اسكندريه وهيرجع تاني. ده اللي رفضه مرتضى منصور وقال عليه اجهاد للاعبين وما ينفعش وما بيصحش، وبناء عليه طلب نقل مباراه المقاصه. نفس الوقت الزمني ونفس كل حاجه، نفس ارضيه الملعب، نفس كل حاجه بالنسبه للاهلي. واعلام الزمالك والغندور وغيره موافقين او بيطالبوا ان مباراه المقاصه تتنقل. يعني هل كده النادي الاهلي من حقه بقى انه يطلب من الانتاج الحربي او من المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم ان يتم نقل مباراه الانتاج الحربي الى الاسكندريه؟ ما هتبقى كده كوسه. يعني لو وافق الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه لجنه الخماسيه اللي بيقودها عمرو الجني، تبقى واضحه ومكشوفه. فرقتين عندك بيشاركوا في البطوله الافريقيه، الاهلي والزمالك، كانوا الفرقتين المفروض يلعبوا في القاهرة، واحد هيلعب في سد السلام واحد هيلعب في بيترو سبورت. بناء على الأمن قرر نقل المباريتين للفرقتين على استاد برج العرب، يبقى الفرقتين يرجعوا تاني يلعبوا في القاهرة مباراتهم في الدوري، أو الفرقتين يلعبوا مباراتهم في بيتروس في برج العرب مباراتهم القادمة في الدوري لو في تكافؤ للفرص حين. لكن ما نقولش للأهلي يرجع من برج العرب علشان يلعب مع الإنتاج الحربي، ونقول هنا مفيش اجهاد، ونقول للزمالك يلعب مع المقاصه هناك عشان لو راح رجع القاهره ده هيكون في اجهاد. فاحنا في انتظار كلام او قرار الاتحاد المصري على طلب مرتضى منصور بخصوص موضوع نقل مباراه المقاصه الى برج العرب. وبعدين لما مرتضى منصور والزملكاويه من دلوقتي بيشكوا من الاجهاد في بدايه الادوار التمهيد، في الدور التمهيد يعتبر 82 يعتبر دور تمهيد زي 64، يعني لسه ما دخلش على دور المجموعات، وفرق لسه اقل شراسه من الفرق اللي هتشارك في دور المجموعات. لما انت مع بدايه الموسم، ده انت في بدايه الموسم يا اخي بتعاني من الاجهاد، والاهلي زيك برضو. ما هو انت الاهلي ما توقفش ومواسم متلاحمه وقرف بسبب قلنا موسم استثنائي الموسم اللي فات، فبالتالي اللي يمشي عليك ما يمشي. لكن النهارده هتلاقي واحد طالع يقول لك ليه النادي الاهلي ما يلعبش فين؟ ليه النادي الاهلي بيتجامل؟ ليه النادي مش عارف؟ احسبوا المجاملات دلوقتي، هات ورقه وقلم واعملوا جدول دلوقتي، شوفوا التحكيم بيتحيز لمين من اول مباراه في الدوري. شفنا الاتحاد وفي كلام على ضربه الجزاء الله اعلم صحيحه ولا مش صحيحه، شوفوا. وقرارات تحكيميه كان المفروض انذارات كتير جدا، طرد لعبد الله جمعه بعد الانذار الثاني، في انذارات كتير جدا الحكم امين عمر تغاضى عنها في مباراه الزمالك والاتحاد. لكن هات ورقه وقلم وامسكوا بقى دلوقتي اهلي وزمالك، جماهير اهلي وجماهير الزمالك، امسكوا قولوا مين اللي خد نقاط حلال ونقاط حرام. هل لو مشينا بفكرهم وبطريقتهم، شوفوا مين اللي طلب المجاملات ومين تم الاستجابه ليه في المجاملات ومين ما استجابش ومين طلب من الاساس. النهارده مش هنعيد كلامنا تاني، في انتظار قرار اللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد المصري على طلب نادي الزمالك، هل هيوافقوا ان المقاصة يلعب ويتم تأجيل 48 ساعة للمقاصة، ولا خلي ابوك عند اخوك زي ما بيقولوا كل واحد يلعب في برج العرب وبعد كده الاهلي، زي ما الاهلي هيرجع الزمالك يرجع طبيعي. ما هو هنا انت بتلعب في نفس الملعب بنفس التوقيت ونفس المسافة وكل حاجة، مسافة زمنية، ايه بقى المشكلة؟ ليه انت تقول لي اجهاد والفرقة الثانية ما بتتكلمش؟ ده اللي هنشوفه خلال الفترة المقبلة.
برضو من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري امبارح في كلام مرتضى منصور عن شيكابالا واداء شيكابالا ومستوى شيكابالا والكلام ده كله، قال لك شيكابالا لما بيلعب في مباريات الاهلي اساسي، هو اتكلم على ان خطأ من ميتشو ان لعب شيكابالا اساسي في مباراة الاهلي والزمالك في كأس السوبر، قال لك بيبقى خطأ. ليه؟ لان اول ما بينزل شيكابالا ده على بناء على كلام مرتضى منصور، لان اول ما بينزل شيكابالا فجماهير النادي الاهلي بتشتمه، فلما جماهير النادي الاهلي بتشتمه فبيتأثر شيكابالا، مستوى شيكابالا بيتأثر، فهو شايف انه غلط. ما اعتقدش يعني ان مرتضى منصور زيه زي كل الزملكاويه ما شافش شيكابالا وهو رايح يستفز جماهير النادي الاهلي، واعتقد لجنه المسابقات كان واجب انها توقع عقوبه على شيكابالا بسبب هذا الفعل. يعني في نص ملعب النادي الاهلي بيتمرن فيه، في نص ملعب الزمالك بيتمرن فيه، نص الملعب الزمالك بيتمرن فيه ناحيه جماهير نادي الزمالك، نص الملعب اللي الاهلي بيجري عمليات الاحماء وبيسخن فيه ناحيه جماهير النادي الاهلي. النهارده لما شيكابالا يسيب نص ملعبه اللي بيسخن فيه ويروح نص ملعب النادي الاهلي اللي بيسخن فيه ولاعيبته بتجري عمليات الاحماء ويتجه ناحيه جماهير النادي الاهلي، في موضوع واضح وصريح ان الغرض منه استفزاز جماهير النادي الاهلي، فبالتالي جماهير النادي الاهلي لازم تشتمه، وهو رايح علشان يتشتم، علشان خد عقوبه بسبب جماهير نادي الزمالك وجماهير الزمالك شتمت، فرايح عشان جماهير النادي الاهلي تشتم، فبالتالي يتم توقيع عقوبه على جماهير النادي الاهلي. موضوع شيكابالا موضوع متعمد، بالاضافه الى خروجه والمشهد كلنا اللي شفناه، خروجه ما بين الشوطين في مباراه الاهلي والزمالك في كاس السوبر وهو بيشاور لجماهير النادي الاهلي في اثاره واستثاره للجماهير على موضوع الساعات، وعدى من عمرو الجنايني لعلق في الاولى ولا لجنه ولا مراقب الحكم اتكلم فيه انت تعدي ليه تروح ناحيه الجماهير النادي الاهلي، ولا علق على الثانيه ولا تم توقيع عقوبه عليه في الاولى ولا في الثانيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مرتضى منصور من الكوميديا العاديه بتاعته يعني اللي احنا تعودنا عليها مؤخرا لما اتكلم عن مباراه السوبر برضه مباراه الاتحاد، قال لك لو كان ميتشو بدا التشكيل اللي لعب بيه مباراه الاتحاد في مباراه النادي الاهلي كان النادي الزمالك كسب الزمالك الاهلي 4-0. وانا بقول لو كان الزمالك ميتشو لعب بالتشكيل بتاع مباراه الاتحاد امام النادي الاهلي كان ميتشو طلع 8-0 يعني، لكن قدر الله ما شاء فعل رغم الاصابات وخط كامل قلب الدفاع اللي هو الاثنين السرد باكات اتصابوا والكلام ده كله، لكن قدر الله وما شاء فعل والحمد لله رب العالمين على النتيجه. فالناس دي بتشوف مباريات تانية وبتتفرج على ماتشات تانية وبتشوف لعيبه تانية يعني مش فاهم في الوقت اللي في الوقت نفسه اللي فيه كل الزمالكاويه اللي طلعوا حللوا المباراه بتاعت الاتحاد، قال لك ايه التشكيل الغريب، ومنهم خالد غندور، ايه التشكيل الغريب اللي لعب، فين بن شرقي وفين شيكابالا وفين مش عارف ايه وفين مش عارف مين ومش، لكن انت هتلعب معاه من غير طارق حامد، ده انت قال لك لو لعب مباراه بالتشكيل الاتحاد ده طارق حامد ما كانش لعب الاتحاد، وانت بتقول لي طارق حامد ده العمود الرئيسي، فهو اي كلام في اي كلام يعني. في الوقت نفسه فاروق جعفر انتقد وبشده اللاعب نادي الزمالك خالد بوطيب اللي كان في وقت من الاوقات مرتضى منصور عليه بيقول لي ازارو خدام وخالد بوطيب بيقعد له في الدكه ما بيلعبش، ده بيروح منتخب المغرب ده ما بيروحش، في الوقت اللي اخر مباريتين كان وليد ازارو في مباريات وديه مع المغرب وما راحش لخالد بوطيب ولا بو نجم ولا بن شرقي، هو اللعيبه جت بو نجم علشان تقريبا جاب جول في النادي الاهلي وبن شرقي عشان جاب جول في النادي الاهلي وكريم بامبو عشان جاب جول في النادي الاهلي، لكن مش هيشوفوا منهم حاجه السنه دي ان شاء الله يعني. فانا فاروق جعفر انتقد خالد بوطيب وقال ان هو لاعب ليس بحجم وقيمه نادي الزمالك والزمالك لازم يتخلص منه في انتقالات يناير القادمه ويدور على مهاجم سوبر بمميزات السرعه في الاداء نقل الهجمه الكلام ده كله، اللاعب اللي يخلص من نص فرصه يخلص الهدف يحرز هدف من نص فرصه الكلام ده كله. فاكيد طبعا مرتضى منصور النهارده هي يعني هيطلع بوصلات من المدح بس بالعكس من الناحيه الثانيه في فاروق جعفر، في انتظار كلام مرتضى منصور عن فاروق جعفر، ده هو مولد يا جماعه، فاروق جعفر مرتضى منصور مش بيسيب حد. بالنسبه للسيد عبد الحفيظ، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي ان فريقه جاهز لخوض مباراه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه بملعب برج العرب رغم ان المباراه كانت مقرر اقامتها في ملعب السلام، والجهات الامنيه زي ما قلت لحضراتكم قررت منذ قليل نقل المباراه الى استاد برج العرب بحضور جماهيري 5000. وقال سيد عبد الحفيظ ان الاهلي ليس لديه مانع في خوض اللقاء في برج العرب طالما ان هذه هي وجهه نظر الجهات الامنيه اللي بيقدرها وبيحترمها النادي تماما.
في ظل الجهود الأمنية أو الجهود الكبيرة اللي بتقوم بها الجهات الأمنية من أجل إقامة المباريات المحلية والإفريقية على الملاعب المختلفة وحضور الجمهور في المباريات الإفريقية. يعني ما فيش عندنا مشاكل، ولا طلبنا نقول ولا نعيد ولا ننقل ولا ما ننقلش ولا الكلام ده كله. هو ده زي ما بيقولوا الكبير لازم يتحمل، الكبير لازم يدفع ضريبة إنه كبير في ظروف معينة بتمر بيها البلد، فلازم يتحمل. يعني قال لك إيه، تلقى النادي الأهلي خطاب من الجهات المخصصة زي ما بيقول ب 5000 متفرج، ده بالنسبة للحضور الجماهيري. وبرضه بخصوص النادي الأهلي، مباراة كان سبورت وفايلر، فايلر اجتمع مع معانيه قبل انطلاق مران المساء اليوم. اجتمع رينيه فايلر المدير الفني وعمل جلسة تنسيقية مع معاونيه قبل انطلاق مران الملعب الفريق على ملعب التتش للتحضير لمواجهة كان سبورت في إياب دور 32. وفايلر وضع خطة لمواجهة الفريق الغيني، وحدد التفاصيل الخاصة بالجانب الفني والخططي اللي بيرغب في تنفيذها خلال التدريبات الجماعية. وبعد ذلك هيعقد فايلر محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، يتحدث فيها عن ضرورة إغلاق ملف بطولة الدوري العام بشكل مؤقت بعد الفوز اللي حققه على سموحة مساء يوم الاثنين الماضي بهدف رمضان صبحي، والتركيز في مباراة كان سبورت المقبلة لأنها تقرب النادي الأهلي خطوة في طريق استعادة لقب دوري الأبطال اللي بيتمناه كل جماهير النادي الأهلي، ونادي الأهلي يحصل على النجمة التاسعة اللقب التاسع من دوري أبطال افريقيا. برضو جماهير النادي الاهلي النهارده، بعض الجماهير كانت موجوده في ساد تيتش بتحتفل بحصول النادي الاهلي على كاس السوبر، وخدوا صور تذكاريه مع السيد عبد الحفيظ. السيد عبد الحفيظ بالنسبه لجماهير النادي الاهلي يا جماعه الان اصبح رمز القصف الجبهات. يعني السيد عبد الحفيظ بيعبر عن كل اهلاوي مش قادر يتكلم او مش قادر يرد على اساءات كتير جدا بتخص النادي الاهلي ومجلس ادارته. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي خلال الفترة المقبلة. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله.